وحش الماء، حكاية من التراث السويدي. في قديم الزمان وفي بيت بجانب بحيرة عاش أطفال الفلاح الفقير. مات الفلاح وتبعته زوجته، وهكذا قرر الأبناء الثلاثة تقسيم الممتلكات فيما بينهم. بعد مشاجرة طويلة تقرر أن يأخذ الأخ الكبير البيت والأخ الثاني الأثاث. يا أخوتي، ماذا بقي لي؟ ماذا عني؟ للأسف نسي الأخوان أخاهم الأصغر بيل تماما. لا لا، البيت يخص أخانا والأثاث لي. إذا وجدت أي شيء آخر سيكون لك، ابحث ربما ستجد. ما رأيك بالحبل؟ الحبل؟ ماذا أفعل به؟ هل هذا كل ما تبقى لي؟ بإمكانك أن تأخذه. هذا صحيح، لا يوجد أي شيء آخر غير هذا الحبل. أظن بأنه سينفعني كثيرا. في الحقيقة اكتشف بيل طريقة لاستعمال الحبل. تعال أيها السنجاب، تعال. وخطرت في ذهنه فكرة، وهي أنه سيكسب طعامه بصيد السنجاب وبيعه. ولكن بعد أن نظر الأخ إلى السنجاب الصغير الجميل لم يستطع قتله، كذلك السنجاب أحبه في الحال، إذن يجب أن يستعمل الحبل لغرض آخر. ومرة أخرى اكتشف بيل بأنه لا يستطيع أن يقتل الأرنب أيضا، وهكذا أصبح له صديقان. ولكن لو لم يبيع الجلد لن يستطيع كسب المال لشراء الخبز. دب كبير. حسنا، لنقبض على ذلك الدب. ولكن انتظر، هذا الحبل رفيع جدا. ماذا أفعل؟ لدي فكرة. هذه هي الوحوش التي تعيش في البحيرة. لدى وحوش الماء الرغبة في الاستطلاع والمعرفة، لذلك انبهرت بعمل بيل. ماذا يفعل ذلك الصغير؟ يبدو كأنه يصنع شيئاً. اذهب واسأل، إنه صبي جيد. حسناً. ماذا تفعل بجانب بحيرتي؟ قل ماذا تفعل هنا؟ اقتنع بيل بأن هذا هو وحش الماء، وعليه أن يجيب على سؤاله، لأنه إذا لم يجب سيسحبه إلى قاع البحيرة. فكرت بأن أربط البحيرة، ولهذا الغرض أجهز الحبل. ماذا؟ نعم يا أبي، هذا ما قاله لي بالضبط. هذا مخيف، مخيف جدا، يجب أن نتصرف. فكر الوحشان جيدا، وأخيرا جاءتهما فكرة. سنتحداهم بمهارات تسلق الشجرة، وعندما يتعب نستطيع سحبه إلى قاع البحيرة. نعم.
وبدأت المباراة بين بيل والوحش الصغير. الآن أنا مشغول ولا أستطيع القبول، ولكن أخي الصغير هذا سيتحداك، ما رأيك الآن؟ ابدأ. حسنا لا تصرخ، اذهب لهم مرة ثانية، ولكن هذه المرة تحدى بسباق الركض، بالتأكيد لن يركض مثلك. نعم حسنا. متأسف لأني لا أزال مشغولا، لا أستطيع الركض معك، ولكن واحدا من أخوتي الصغار سيسابقك. وهذه المرة أعطى بيل المسؤولية للأرنب. أريد منك أن تخرج للمرة الأخيرة وتتحداهم بمباراة المصارعة، إنك أقوى منهم، وبعد أن يخسر اسحبه إلى البحيرة. هيا هيا. حسنا. لا أستطيع المصارعة معك الآن لأني في أهم قسم من شغلي، ولكن جدي يحب المصارعة ولن يخذلك، إنه هناك تحت ظل الصخرة، ومن الممكن أن يكون نائما الآن. هيا اذهب إليه. قم لنتقاتل. أتكلم معك أنا. اسمع. أنت لا تسمع. قم. وأخيرا لم يبقى عند وحش الماء وابنه أي خطة، وفكر إنهما ترك الحال كما هي فسوف تكون حياتهم في خطر. لا نستطيع أن نفعل أي شيء آخر سوى أن نذهب ونقدم له المال الكافي ليبتعد عن البحيرة، هذا ما علينا أن نفعله. سوف أخبره. ها، تريد أن تتحداني مرة أخرى؟ لا لا لا، جئت أسألك، هل ستبتعد عن البحيرة إذا أعطيناك المال الذي تطلبه؟ ما رأيك؟ ها؟ ولما سمع بيل كلامه ابتسم وقال: إذا ملأتم قبعتي هذه بالمال أوافق. نعم حسنا سنفعل ما تطلب. الآن قبل أن يعود فكر بيل بخطة ثانية، لقد مزق قبعته وحفر حفرة في الأرض. ترى بماذا يفكر؟ يجب أن تنجح الخطة. حسنا املأ القبعة الآن. حاضر. ولكن القبعة لم تمتلئ بالطبع. ونفد كيس النقود الذهبية. طبعا يوجد الكثير في أسفل القبعة، لأن الذهب كان يسقط من الثقب ولم يعلم الوحش بذلك. انظر، لم تمتلئ القبعة بعد يا صديقي. يا للمصيبة، يظهر أن الصبي أحضر قبعة سحرية. حسنا ماذا سنفعل؟ هيا خذ هذا الكيس. هيا. هذا كل ما نملك من الذهب، هل هذا كاف لتبتعد عنا وعن البحيرة؟ أخبرني بسرعة. طبعا، شكرا جزيلا، شكرا. وهكذا وبمساعدة قطعة الحبل استطاع بيل أن يمتلك الكثير من الذهب. كيف حصلت على هذه الثروة؟ كيف؟ كيف استطعت أن تجمع كل هذه الثروة؟ بمساعدتي هذا الحبل يا أخواني الأعزاء. حسناً، سنعطيك البيت والأثاث مقابل الحبل، هل فهمت؟ أرجوك أعطنا الحبل. حسناً، خذ هذا الحبل. يا
وهكذا استبدل بيل الكوخ الصغير ببيت كبير، وعاش فيه طوال حياته سعيدا. ولكن بالمناسبة، ماذا حدث للأخوين الطماعين؟ ربما لا يزالان يلوحان بالحبل ويطاردان الحيوانات.